ما تستغربش من العنوان، كل الناس اللي اندمجت في اساسنز كريد عارفين ان في نوعين من الانيمس، النوع بتاع باسترجو واللي اول واحد صممه هو الدكتور وارن فيديك، والنوع الثاني بتاع الاساسنز واللي ريبيكا صممته بمساعده لوسي. مش ده المهم، المهم دلوقتي البطل ارنو مين اللي هيحركه، يعني اللي هيشوف ذكرياته ده هيتحط على انيمس الاساسنز زي ما حصل في اساسنز كريد 2 والاجزاء الفرعيه واساسنز كريد 3، ولا هيتحط على انيمس باسترجو زي ما حصل في اساسنز كريد ريبريشن واساسنز كريد 4. عارفين اللودنج سكرين بتاعه الانيمس اللي هي لما بتدخل الانيمس بيعمل زي تسطيب كده، فاكرينها؟ فاكرين شكلها كان ازاي؟ في كل اجزاء اساسنز كريد شاشات التحميل بتاعه الانيمس شكلها واحد مش بيتغير، لكن في اساسنز كريد 4 اتغيرت بشكل كبير. نخش بقى في المفيد، لما السبجكت بيتحط على انيمس الاساسنز اللودنج سكرين الانيمس بتبقى بالشكل ده. شغل يا ابني. هو طبعا في تغيير في اللودنج سكرين، لكن كلها تغييرات بسيطه وكل واحده شبه الثانيه وملحوظه جدا كمان. اما اجزاء اساسنز كريد 4 والريبريشن كنا بنلعب بانيمس اباسترجو، وبرضه في تشابه بين اللودنج سكرين بتوع الجزئين دول. اما بقى اساسنز كريد يونيتي، اللودنج سكرين الانيمس اللي فيها شبه الاجزاء القديمه، طبعا بمجرد ما حطيتها عرفت على طول انها شبه اللودنج سكرين الانيمس اللي في اساسنز كريد 3. طب ده معناه ايه يا احمد يسوري؟ معناه حاجتين، ان اللي هيشوف ذكريات ارنو ده واحد من الاساسنز، وانه هيتحط على انيمس الاساسنز اللي هي دي، فاكرينها؟ اللي هي بتاع ديزموند مايلز لما اتحط عليها. شكرا على المشاهده، واتمنى انكم تزوروا صفحتي على الفيسبوك facebook.com/nevermindhd. كان معكم احمد السوري، سي يو نيكست تايم.